في عز بقى انا فاتح خزان الاحزان بعد خساره برشلونه من رايو فالكانو، قال لك في اخبار مفرحه جايه من المانيا في كاس المانيا. ايه هي؟ اكيد بايرن اتغلب صح؟ ما انا بالنسبه لي كبرشلوني الحاجه الوحيده اللي تفرحني في المانيا ان بايرن اتغلب صح؟ قال لك اتغلب وتم اقصائه من الكاس على يد بروسيا مونشن جلادباخ. بروسيا مونشن جلادباخ دي اللي فيها رامي بن سبعيني صح؟ هو اللي موجود فيها رامي. والله ولدنا نجحوا ورفقوا ان هم يكسروا بايرن ميونخ من الكاس. قال لك لا مش كده وبس، ده رامي جاب جولين كمان. لا 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 لا, لا والله هذا كثير يا واد عمي، والله هذا كثير جدا والله. يعني ربنا يديم عليك التالق ويديم عليك الابداع والامتاع يا رامي، وربنا يكرمكم وتاخدوا كاس المانيا كده ان شاء الله بعد الفرحه اللي انتوا فرحتوها لي وفرحتوها لاغلى جمهور برشلونه في العالم كله انكم قطعتوا بايرن ميونخ 5. والله لو جبتوا 3 ثانيه كنا احنا عملنا لكم فرح من هنا لحد السنه الجايه وكنا نقعد نحتفل بيه والله. بس يلا الحمد لله 5-8. قلت ينفع اتفرج على الاهداف بتاع عربي بن سبعيني مع ينفع اتفرج على الاجوان اصلا؟ قال لك اه ينفع مفيش اي مشكله. ليه؟ ما بي ان خسرت الحقوق بتاع الدوري الالماني وكاس المانيا لا هيبقى الحياه حلوه بقى ونقعد نتفرج بقى على الاجوان. بس مش عارف اتفرج على الملخص بصراحه، يعني ملعب المانيا حاجه فخامه بصراحه. هذا رامي 25 الماتش شكله كده كان في بروسيا مونشن جلادباخ. اتقدم اول 12 دقيقة حلو يا رامي. اوه هذا ابننا والله، هذا ابننا والله يا عم الحاج اللي فرحان، هذا ولدنا. الله عليك يا رامي، الله عليك يا رامي، الله عليك يا رامي. شفت انا مقتنع ان رامي 70 واحد من افضل باكات الشمال الموجوده في العالم، بس عنده مشكله بس شويه العصبيه. لو يبطل ام التنشانه دي هيعدي والله وهيلعب في الدوري الانجليزي قريب. بس لو يبطل ام التنشانه دي، ده الجون التالت والجون التاني ليه كان ضرب جزاء، ضرب جزاء، ضرب جزاء ابن ده لما يجيب ضرب جزاء على لا ده عالميه بجد. استنى يا ولد عليا الطلاق جورجينيو الغلابه. مش جورجينيو الغلابه، ده جورجينيو نفسه هو اللي غلبان بالنسبه لرامي بن 70 والله. اخيرا شفت نير دم حروق. يا اخي يا اخي والله والله هذا كثير يا اخي ما فعلتوه يا اخي. والله ربنا يفرحكم زي ما فرحتونا والله من قلب اخوك برشلوني. والله كان مجهور بس الحمد لله بعد الخماسيه بتاعتك والله انا مبسوط. والحمد لله الحمد لله والله مبسوط جدا بالخماسيه اللي انتوا عملتوها، ومبسوط بالتالق بتاع ولدنا رامي بن 70، وان شاء الله ربنا يكرمهم وياخدوا كاس المانيا. قبل ما ياخدوا كاس المانيا بقى، ممكن تعمل لايك او سبسكرايب ونتابع مع بعض هياخدوا كاس المانيا ولا لا؟